اتعملت في التسعينات اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث والأزمات الطبيعية، واللجنة هذه هي لجنة ضعفية حساسة تجتمع وتلتقي التي خاضت تدابير لازمة لمجابهة الكوارث هذه والأزمات هذه. إلا أنه لاحظوا التجربة هذه، نعرفوا اللي اللجنة هذه عندها نقاط ضعف، نقاط ضعف أنها ضعفية، يعني أفرادها مهمش كل متعودين على العمل مع بعضهم بصفة مسترسلة، ماهيش لجنة قارة اللي هي دائما تتوقع من الأحداث قبل وقوعها ولا تأخذ تدابير احتياطية سابقة لأوامها. من المفروض كما الشتاء كما هذا، وإحنا نعرف وإحنا داخلين على موسم الشتاء، رانا عنا في بلادنا لجنة مجتمعة قبل بشهر وراي محضرة الأغطية ومحضرة الاحتياطات ومحضرة الفرق متاع ستاج متاع لإصلاح الخطوط الكهربائية للطيح، محضرين إمكانيات لإصلاح الطرقات لفك العزلة على المناطق. اللجنة ملي تحدث هي لجنة ظرفية، وهذه تمثل نقطة ضعف، والوضع هو بقى كما هو عليه. ممكن توا ولا تظهر يعني الصعوبات أكثر بحكم تطور أجهزة الإعلام، لما هي من قبل كانت نقطة ضعف هذه كانت يعني فيها يعني العاملين والمشتغلين في اللجنة هذه، لأنها لجنة ظرفية وأفرادها عندهم نقص في التعاون والتنسيق مع بعض. هذه الحل اللي راه هنا في المستقبل ولا سيطرحه هو كون اللجنة هذه لازمها تكون قارة، باش تكون عندها بنك معطيات حول الأزمات والكوارث اللي قاعدة صايرة من قبل، والكوارث هذه هي دورية وقاعدة ديما تصير. لازم تكون عندنا ملفات وقبل وقوعها لازم تهيكولها وناخذ التدابير الظرفية، سواء كان لإجلاء المواطنين اللي يسكنوا في المناطق هذيك، أو على الأقل توفير المؤونة اللازمة لهم قبل وقوع الكوارث هذه، أو إيجاد أي حلول. الحلول نعرفها موجودة، لذلك هذه هي تقريبا معناها نقطة الضعف اللي هي قديمة وما زالت متواصلة، وهذه ناتجة على قلة التدريب وقلة التمارين الوقائية، باش كل ما جينا يعني حالة ممكنة اللي هي وقوعها ويحتمل وقوعها كما توا أخيرا في المسير شفنا كونه ثم باخرة ويعني تعطلت في عرض البحر ومثلت هي بينها كارثة أو كوارث مثلا بيئية. اللجنة يلزم العمل متاعها دائما مسترسل ودائما متواصل، باش تكون جاهز عندها جاهزية متاعها تتقوى والتدريبات متاعها مرتفعة، باش تنجم تكون جاهزة قبل وقوع الكارثة. إذا كان مش نبداو نتهيئوا أثناء وقوع الكارثة راهو يعني النتيجة تكون محدودة ياسر. قبل ما عندهاش ميزانية، اللجنة هذه بدون ميزانية، كان منين تتصرف؟ حسب نوعية الأزمة. إذا كان الأزمة هذه تتطلب تدخل في مجال الكهرباء، يكون واحد من الحاضرين فيها من شركة مستيك، من شركة تونسية الكهرباء والغازي. إذا كان مشكل متعلق بالماء يدخل شكون بالصونات، إذا كان مشكل يمثل السلاح أو الغابات كيف يدخل واحد من وزارة السلاح، يعني هو باتصال مع وزارته والهيكل بتاعه باش يجبل هو الاعتمادات والإمكانيات من ما هو متوفر من ميزانية الوزارة هذه، وقتها يبدأ الاجتهاد في توفير الإمكانيات حتى وسائل العمل، سيارات والا افراد والا حتى ساعات حبل وال يعني ادوات الاساسيه للتدخل، يقع استعمال الادوات المتاحه كما اللي موجوده عند الحمايه، وغالبا ما يقع زاد الالتجاء الى وحدات الجيش الوطني اذا كان حاجه تتجاوز امكانيات الادارات المعنيه. وهنا بطبيعه الحال وقت ما تم حاجه الى امكانيات جديده وما يش مبرمجه في الميزانيه وما يش مبرمجه في المسبق، يعني هنا توجد صعوبة باش توفر مثلا سيارة رباعية الدفع تمشي الجبل، لازمك تنحيها على مصلحة أخرى ولازم تتخذ فيها قرار على مستوى الوزاري أو على مستوى المدير العام إلى آخره. وهنا كانت اللجنة يعني باش تنطلق في العمل نتاعها وفي الأشغال نتاعها ثم صعوبة، لأنه كل مرة لازمها تفك ولا تجبد من إمكانيات موجودة في مناطق أخرى. على الحل الأمثل هو كونها اللجنة هذه حتى ولو الامكانيات تبقى موجوده في نفس الاداره، لكن الامكانيات لازمها معروف وثم اليه سحبها من الاداره هذيك لاستعمالها في حاله الازمه هذيك، تكون اليه بدون الرجوع الى سلطه مركزيه او مستوى وزاري الى اخره. لازم تكون هي عندها فرضيه نتاع ازمه، ومعروفين الازمات اللي قاعده تصير في بلادنا، وعلى ضوء الفرضيه هذيك تقع تدريبات باش نشوفوا النجاعه نتاع التدخل وقت اللي تصير الازمه مثلا في العشرة بتاع الصباح. هل أنه بينا نتخذوا احنا على البلاصة معناها من 11 نعرف شكون باش يجينا وشكون ما يجيناش، وإلا لا، وإلا مثلا حتى بين تجي الإمكانيات
احنا اللجان هذه كانت من بين الصعوبات نتاعها ما تجي الامكانيات كان بعد على الاقل 6 ولا 7 ساعات، وهنا الازمه تلقاها ضعف وتتفاقم كذلك. تلقى الناس يحتمل في اجازات يحتمل في كونجيات كما تو المره هذه جات في عطله راس السنه، شفنا كيفاش يقول لك ولينا نعيطوا للناس من ديارهم ولينا ندخلوا فيهم بالاجازات وتلقى شكون مسافر، وهذا كل سبب في تعطيلات، وهذا كل يخلي مثلا والازمه نعرفوا كون الازمه اذا ما تعالجش في الدقائق الاولى نتاعها في ربع ساعه الاولى راهي تولي يعني صعوبات تولي اكثر واكثر، تولي هنا عاد حتى لين نوليو ندخلوا حتى في امور اساسيه كما شفنا نقول لك الماء مش متوفر، قداش نجم العائلات هذه تشد من غير ماء لان الماء تجمد في القنوات، هذه كل يلزم لجنه قاره باش هي تقوم في الوقت العادي بتدابير الوقائيه نتاعها والترفيع من الجاهزيه نتاعها باش تكون عمليه من اللحظات الاولى. هذه ثغره موجوده من القانون القديم. المره هذه في الازمه هذه لاحظنا ان اجهزه الاعلام تفاعلوا مليح وزاروا الاهالي وطلعوا على الحالات مما خلى الازمه هذه تبرز. كانت قبل ثم برشا مقاييس وبرشا معناها صعوبات اجهزه الاعلام ما كانش توصل باش تشوفها، تو المره هذه هي شافتها. والحل واضح هو كونها اللجنه هذه لازمها قاره وتخدم بصفه مستمره وتكون جاهز او عندها جاهزيه كافيه، واكثر من هذا يعني كارنا مصيف اللجنه موجوده وهي ولا من الخريف وهي تتدرب اش تعمل في الاماكن هذه اللي تقع فيها ازمه وهي اماكن معروفه، يعني الاماكن اللي تعزل في كل شتاء معروفه ومحصيه وموجوده، معناها يعني نرجع حتى للتاريخ نتاع الصعوبات اللي عشناها او الازمات اللي عاشتها المنطقه هذه هي كلها اماكن معروفه ومحصيه، لازم لجنه باش تعمل بنك معطيات وقبل الوقوع على الازمات هذه وقبل الوصول لموسم الشتاء او الظروف نتاع الازمه تكون هي متهيئه ومتدربه وعندها معناها منين باش تجبدك الاغطيه ومنين باش تجيبك الموارد، يبدا كل شيء مدروس بالمسبق. هذه هي النقطه اللي باش تصلح الوضع لانه باش تبقى لجنه ظرفيه كما كذا دائما باش تتجاوزها الاحداث ودائما التدخل نتاعها يكون لاحق